شفت يابا ايش رايك؟ ايش رايك؟ حسبي الله عليك. عفوا عليك. وصل ونم بس انت. ما يحتاج. رد لي خبر بس. سام مبشر، سام الله يخليك لنا سام. سمع خاطر احاول تدور رقم تلفون. ابلقاه ان شاء الله وبروح لامهم الى يقولنا بالحسا اللي سمعت انه بالحسا ذي المره. شيبو؟ بالحسا. اي؟ ايه والله اروح مخصوص عشانه، ايش تبي بس امر. هذه 50,000 ريال مقدمه لك طال عمرك. وعليك بالعافيه. هذه من الوالد. الله يجزاه خير. وهذه وصيته اني اجي لامك الى بيتكم. الله يسلمك، ترى بس قول له ترى اللي شفته بعيونه شيء كبير. ولا بيشوفها مرة ثانية. سمي وابشري تستاهلين، وان شاء الله اشوفك فاتحة مطبخ كامل وأكبر شارع بالأحساء ان شاء الله.